ده مش دليل قوي لأنها صور وليست أصول، فبالتالي ممكن تكون جدا مزيفة. والصور اللي قدامي عليها أختام وتوقيعات بتقول إن هي وارد جدا إن هي تكون سليمة، يبقى أطعن عليها قدام المحكمة. قررنا نحن ثانية واحدة يا فندم، في توضيح أخير عشان بس الإجراءات ما تبقاش خطأ. والله وإيه اللي ممكن يخلي الإجراءات فيها خطأ؟ صحيح أنا صاحب الأغلبية في الأسهم، بس في رئيس مجلس إدارة هو المسؤول، اديله الأوراق اللي تثبت كده يا شوقي. وهو مين رئيس مجلس الإدارة؟ الأستاذ حسين صادق، رئيس مجلس إدارة الشركات والصرافة. وطبعا حضرتك هتطلب إخلاء سبيل موكلك لأن الأستاذ حسين صادق هربان. لا هربان إيه، ده واقف ورا. أنا حد اقعد مكانك. دخل لي يا ابني الأستاذ حسين صادق. اتفضل أستاذ حسين. الإمضاءات اللي على الورق دي إمضاءاتك؟ إمضاءات إيه؟ فيها هروب؟ كلمني أنا، الإمضاءات اللي على الورق دي إمضاءاتك ولا لأ؟ يا فندم إمضاءاتي أنا. اتحفظ عليا يا ابني. يتحفظ على مين يا باشا؟ في إيه؟ في هارون؟ إيه اللي بيحصل؟ هفهمك كل حاجة بعدين. إيه اللي تفهمني؟ قررنا نحن وكيلي النائب العام أولاً حبس المتهم حسين صادق على ذمة التحقيق، ثانياً إخلاء سبيل المتهم هارون إبراهيم المالكي بكفالة قدرها 100,000 جنيه، ويمنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات، ثالثاً نطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا إيه؟ إيه يا فندم؟ أنا ما عملتش حاجة، مفيش حاجة، الكلام ده مش هيحصل طبعاً. مش هيحصل. بسيطة إن شاء الله يا مستر حسين، بسيطة. واحنا برضو أكيد مش هنسيبك. هو إيه اللي تسيبني وإيه بسيطة؟ في هارون؟ إيه اللي أنت ما تكرهوش ده هارون؟ خليك فاكر أنت اللي ولعتها هارون وقلت بأصلك معايا. الله يسامحك. هو في بين الإخوات قلة أصل برضو؟ أمال تسليم الأهل اللي أنت سلمتهولي ده بتسميه إيه؟ يا ابني أنا كنت هشيلها وساكت. لولاش بس وكيل النيابة خد باله وقال إن المسؤول في القضية دي هو رئيس مجلس الإدارة. حتى اسأل شوقي، اسأل شوقي. ده حتى مستر هارون كان عارف إن ده ممكن يحصل وقال لي أوعى تجيب سيرة قدام النيابة عشان ما نوردش مستر حسين. أنت هتعمل نفسك عليا محامي ولا إيه؟ وتحزمني؟ ده هو اللي معلمك التطبيق. أنا بقول اللي شفته لمستر حسين. ما تقلقش يا سياس. العرض الجاي على النيابة هكون جبت المدير التنفيذي يشهد إن هو المسؤول وهتطلع. تحب أجيب حاجة لعيالك؟ لا. مالكش دعوه بالعيال خالص، انت فاهم ولا لا؟ طيب تعال يا ابني. ناجي وحشتك صح؟ ايه الدخله دي؟ احنا قدام النيابة. دخلت ايه يا قلبي؟ احنا عملنا حاجة غلط. خلصتني، عاوز ايه؟ أنا سمعت ترديش كلام كده إنه أنت وشريف كان معاكوا نص البضاعة. كده أنا معيش حاجة. مين قالك الكلام ده؟ الراجل اللي اداني المقلبية دي زود لي قشطة وقال لي إنه أنت وشريف سرقتوا البضاعة من الرجالة بتوعنا قبل ما يسلموها في مصر. قلت لك أنا معيش حاجة. شريف كان معاه كل حاجة وقال لي لما هواجهك هتكذب عليا وهتقول لي إنه شريف كان معاه كل حاجة، وقال لي كمان أفكرك إنه شريف لما كذب علينا مات. وأنتوا اللي قتلتوه؟ حد الله، حد الله يا هارون. إيه؟ إحنا غلابة، وعشان إحنا غلابة اللي بيجي علينا ما بيكسبش. هارون أنا هسيبك بقى عشان تلحق تسوي أمورك مع أولادك، الأب ما عندوش غير سيرة ولا إيه؟ مؤاسف، قريت يافطة كده كان مكتوب حافظوا على نظافة مدينتكم أو حاجة زي كده، مش متذكر. أنا آسف بس والله معلش غفلت شوية معلش. بس هو نص ساعة بكتير هيفوق إن شاء الله.
لو لقيتيه بيتكلم كلام مش مفهوم ده عشان خاطر بس المخدر بيبدا يروح منه بس. ربنا يطمن عليهم. فيك تروح ترتاح، انا راح اقعد جنبه. مش حضرتك لوحدك في اي حاجه نادي عليه وليه مصطفى بس. ما تعتلام. السلام عليكم. مش انا عادل، انا نيكول، محتاج شيء؟ تقتل مين يا عادل؟ ما كنتش عايز اعمل كده. سامحيني يا مريم، ما كنتش عايز اقتله. شريف، شريف، انا عرفت اني مين ده؟ نعم؟ مين ده؟ راح الولد نايم. ده نديم ابن شريف ابني. مين؟ شريف جوزي؟ بحبك يا مريم. وانا كمان بحبك. شريف جوزك؟ انت مين اصلا؟ جوري، اللي انا سمعته ده صح ولا لا؟ اهدي قوليلي. افهمك؟ مش قاعده، قوليلي. بصي، احنا اتفاجئنا زينا زيك بالظبط، يعني فجاه لقينا داخل وبيقول ان هو ابن شريف ومعاه ورق يثبت كلامه ده. بس احنا بعتنا نعمل تحليل دي ان ايه عشان نعرف اذا كان فعلا ابن شريف ولا لا. فاهدي دي ان ايه؟ نسيتي. يعني طول الفتره اللي فاتت كلها شريف كان متجوز وانا ما كنتش عارفه. لا، انا حماره ومش واخده بالي. انتي كمان بابا كان عنده حق في كل كلمه قالها لي. بابا عنده حق في كل حاجه. طب ايه يا مريم؟ بعد اذنك معلش، ممكن اي حد يوصلني عند عادل عشان انا هاجي. انا تعبانه. انا هاجي معاكي. استنى عدنان، محدش هيقدر يساعدني غيرك. يوسف لازم يتعالج، والا حلامي يوم اصحى الاقي نفسي قاعده على الرصيف. انت مش قلت انك هتجيب له دكاتره من امريكا؟ كل الدكاتره عم